السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير جدا من مصممين الجرافيك ممكن بيحتاج أثناء تصفح الويب لغرض من الشغل عنده إنه ياخد كود مخصص بلون معين في صفحة الويب ديت. يعني مثلا أنا عندي هنا كلمة جوجل، عندي اللون الأزرق دوت، أنا عايز أعرف اللون ده إيه هو الكود بتاعه عشان أستخدمه في التصميم عندي. أو مثلا لو رحنا عندي على الموقع بتاع عيد أكاديمي، أنا عاوز أعرف اي لون موجود في الصفحة، عاوز اعرف الكود بتاعه ايه، بحيث ان انا بعمل تصميم تاني صورة تانية عاوز احطها في الصفحة، فلازم يكون مناسب مع نفس اللون دوت. انا هستخدم اضافة موجودة في جوجل في الستور. هروح هنا كده، لو في الصفحة الرئيسية بتاعت المتصفح لقيت عندي كلمة الاضافات هضغط عليها، او لو مش موجودة عندي هروح على اضغط على كلمة ابس، وبعد كده هروح على ويب ستور. بعد ما اروح على ويب ستور هكتب هنا كولر زيلا، او انا ان شاء الله هحط لكم الرابط بتاع الاضافه، ما هحط لكم ان شاء الله ما في الفيديو. هكتب هنا كولر زيلا، هتظهر لي الاضافه في النتيجه الاولى زي ما انتم شايفين، والشركه اتاكد ان هي مقدم من كولر زيلا دوت كوم. بمنتهى السهوله انا هضغط على اضافه الى كروم، وهضغط اد اكستنشن او اضغط اضافه بالعربي. بعد ما هتثبت معايا الإضافة هتظهر عندي في الركن فوق زي ما انتو شايفين بالشكل دوت كده. أنا لو رحت بعد كده على الموقع الإلكتروني عندي وعاوز أعرف كود أي لون موجود في الصفحة ديت، هروح أضغط على الإضافة، بعدين أنزل على أعلق أحط كده على المكان اللون اللي أنا عاوزه، وهنفترض مثلا في المكان دوت كده. بمجرد ما أقف عليه هتلاحظوا إن في الجزء اللي فوق ظهر لي في المربع نفس اللون اللي انا واقف عليه. مجرد ما هضغط كليك على نفس اللون هياخد لي الكود وهينسخه لي في الخلفية. لو رحنا مثلا على برنامج زي الفوتوشوب او اي برنامج المصمم شغال عليه، تمام، لو ضغطت هنا كده على كلمة كلر، شوفوا الحتة بتاعت ده هو الكود بتاع اللون. لو ضغطت كنترول في هيجيب لي نفس اللون اللي انا اخترته من الصفحة زي ما انتم شايفين. لو انا عاوز انسخ الكود دوت في ملف تكست، بمنتهى السهولة هعمل ملف تكست جديد، وهفتح الملف وحاجة هنا اضغط كنترول في، هينسخ معايا الكود الخاص باللون دوت. ده مثلا ممكن لو انا راجل صاحب موقع او عندي اللون ده عاجبني وعاوز شخص يعمل لي تصميم معين عليه، فانا هنسخه هنا في الملف التكست او هاخد الكود دوت وارسله له بطريقة ما وهو يشتغل لي عليه. في مميزات اخرى موجودة في الاضافة ديت. انا مثلا دلوقتي لو هاخد لون تاني، هنفترض مثلا اللون الاصفر اللي موجود هنا، وهضغط كليك، نفس الحكاية هيتنسخ عندي الكود في الخلفية. لو هضغط هنا كمان مرة وهختار لون تاني، ولنفترض اللون ده هنا كده مثلا، ضغطت عليه، انا دلوقتي اخدت يمكن حوالي 3 الوان اخترتهم في الفترة ديت. لو انا عاوز ارجع للالوان اللي انا اخترتها قبل كده هنزل هنا تحت وهروح على بيجد كالر هيستوري واضغط عليها، هيجيب لي هنا شايفين كل الالوان اللي انا اخترتها قبل كده، بحيث لو انا عاوز ارجع للون فيهم واخد الكود بتاعه مرة تانية بمنتهى السهولة هضغط مثلا هنا على اللون البرتقالي دوت، واروح واخد هنا الكود بتاعه وانسخه واستخدمه زي ما انا عايز. وطبعا زي ما انتم شايفين هو جاب اكواد اخرى، يعني ار جي بي اتش سي ال دي اكواد للون بطريقه اخرى يفهمها الناس بتوع التصميم الجرافيك. اخد اي واحد فيهم وانسخه واستخدمه في الاداه اللي انا محتاجها او في البرنامج اللي انا شغال عليه. لو بتشوفوا الفيديو دوت من على اليوتيوب هتلاقوا الرابط بتاع الاضافه موجود عندكم في الوصف، او لو بتشوفوه على تويتر او صفحة الفيسبوك هتلاقوا الرابط موجود مع البوست. وشكرا لكم.